طبعا انضمام للفريق كان كشغف وانها حاجه مش معروفه في المجتمع بالذات، وحاجه يعني انا نحب نكتشف حاجات جديده وهيك، فهذه حاجه مش مسلط عليها الضوء واجد، جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحاجات هذينا. فكان عن طريق ناس نعرفهم وهيك تواصلت مع صفحه الفريق وشفت كم فريق داير كم ندوه، فحبيت الشغل بصراحه و انضميت للفريق في شهر 12 السنة اللي فاتت. كلنا في الفريق طلبة، أعمارنا من 12 إلى 19 سنة، كلنا طلبة، فنحاول نوفق بين وقت الشغل ووقت العمل. عندنا ساعات عمل معينة في الأسبوع نجتمع فيهن، لما يكون حد مثلا عنده امتحان أو تطبيق أو شيء عادي جدا إنه هو ما يقدرش يحضر الاجتماع. فبما أن كلنا في نفس العمر تقريبا فنحاول أن نوفق بين العمل بين الدراسة. مؤخرا في شهر 6 اللي فات تواصلنا مع مدرب أردني تبنى الفريق، تو حاليا عندنا مدرب أردني الدكتور رامي شاهين تبنى الفريق. بس كيف تأسسنا وكيف تعلمنا الشغل وكيف بدينا كله كان ذاتيا من الأعضاء. فكرة التحدي إنه يعالج مشكلة من مشاكل العالم. السنة اللي فاتت كان روبوت رياضي للناس اللي عندهم مثلا ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ما يقدرش ينزلوا الميدان أو يلعبوا، فأنت تصمم روبوت بحيث إنه يقدر الشخص يلعب بالروبوت هذا. السنة هذه عبارة عن تحدي زي ما تشوفوا، هذه ما زالت قاعدة الروبوت، ما زال مش كامل، عبارة عن رافعة عشان النقل والشحن والحاجات هذينا. مسابقة إقليمية في طرابلس السنة اللي فاتت كانت، بس السنة هذه نظرا لأن عدد الفرق زاد واجد تجاوز 40 فريق على مستوى ليبيا، فحيكون في تصفيات في بنغازي وتصفيات في طرابلس، والفرق اللي تأهلا حيتنافسا في طرابلس وحيفوز فريق واحد يمثل ليبيا في العالم. الفترة اللي فاتت كان عندنا مشاركة في حدث اليوم الياباني، طلب منا ان نصمم روبوت خاص للحدث، روبوت اسمه سويبر موجود على صفحة الفريق، والحمد لله يعني الروبوت انشهر الفترة اللي فاتت وهيك. كان عبارة عن روبوت ترحيبي. برضو شاركنا في مسابقة ودية في مدينة غريان، كانت تجربة كويسة. برضو صنعنا روبوت آخر في مركز المتفوقين بنغازي، كان عندنا دورات او محاضرات عشان الطلبه الجدد عشان نعرفوهم على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهيك، شاركنا بروبوت وشرحنا لهم حوالي ساعه. شاركنا ايضا في اليوم العالمي للاردوينو، شارك فيه الفريق، صنعنا معقم ذكي بالاردوينو في جامعه بنغازي. ففي عدة مشاركات أخرى يعني للفريق. خاطي مثلا كيف في يوم العالمي لغسل اليدين وهيك نظمه في ندوات وحاجات زي. الربح الآخر نحن نهدفه له إن الشيء هذا ينتشر في البلاد وإن تخش ليبيا في المحافل الدولية في الحاجات هذينا، يبان اسم ليبيا في الذكاء الاصطناعي ونكونوا يعني مثال مشرف للشباب الليبي. جانب الروبوتات وهيك مهضوم حقه في المجتمع، وفي نفس الوقت المجتمع ممكن ينظر هيك بنظرة غريبة، يعني إنه مثلا أنا بنت خاشة في حاجات هذينا يقول لك حديد ومش عارف وكيف بنت تخوض في حاجات هذينا، فهو بالعكس يعني شيء جميل، يعني ما فيش حد حدد ان هذه بس للشباب، فعادي نشتغلوا. والحمد لله يعني الدعم المعنوي من الاهل كبير جدا، عادي يعني مش شرط الحاجات هذينا شر الشباب بس. في اخر شغل خاطي الهاردوير، انتم تو تشوفوا في القطع وهيك، هذا الشغل جانب البناء. في برضو جانب البرمجة اللي هو نحن الفريق مقسم اثنين، قسم بناء وقسم برمجة. قسم البناء هو المسؤول انه يصبي الروبوت على كرعيه يبني الروبوت، وقسم البرمجة هو اللي يدخل البيانات المطلوبة من الروبوت. فممكن اي حد يشتغل الشغل هذا، يعني مش شرط انه يكون للذكور.